طيب احنا معانا رساله موجهه للاستاذ كيرو، ممكن نتفرج عليها؟ يلا بينا. يلا كوكو حبيبي، انا عايز ابلغك رساله. انا مبسوط جدا بشغلك ومبسوط جدا بعملك وفرحان بيك جدا يا حبيبي، وربنا يوفقك واشوفك احسن واحد في الدنيا دي كلها، وتكبر تكبر على قد ما تقدر. وعايز اقول لك على حاجة، نعم انت بتتعبني طول النهار، كل شوية بابا اروح فين، اركب ازاي كده، اروح ازاي المنطقة دي، اعمل ايه، وانا طبعا عشان بحكم عملي فبقول لك على كل حاجة، بس على قلبي زي العسل عشان انا بحبك حبيبي. وعايز اقول لك كمان ان العين بتعيد بعضيها، وانا صغير في سنك كنت برضو بشتغل حاجات زي كده كتيرة، بس مش نفس شغلك، لا شغل تاني خالص. وجدك كان فرحان بيا جدا وكان فخور بيا جدا وكان بيشجعني جدا، وانا هفضل طول عمري اشجعك يا حبيبي عشان انت حبيبي، وتفضل طول عمري حبيبي، وانا معاك واسندك في كل وقت. دلوقتي عايز اعرف منك ايه رايك في الرساله اللي انت سمعتها من بابا؟ هي فاجئتني بصراحه. يعني ما قالكش؟ لا صراحة أنا بشكر حضرتك إنك حافظت على السر اللي ما بيننا. اتفاجئت ليه؟ لأنه يعني مش عارف إن هو هيقول كده، بس أنا فعلا بتعبه كتير قوي في الشغل. يعني طب رد عليه بقى، الكاميرا قدامك أهي. مش عارف بصراحة أقول لك إيه، بس يعني أنا عارف إن أنا بتعبك، وعارف ان انا ممكن ازعجك كل شويه باتصل بيك، بس يعني ما عنديش، مش عارف اقول لك ايه، اقول لك صاحب غيرك يعتبر يعني. فبجد شكرا، بجد ربنا يخليك ليا. بابا صاحبك؟ قوي بجد. صاحبي. انا عايز اقول لك، يعني انا شايف عينيك بتلمع، حبيبك وسرك معاه. يعني موصيك هو بايه؟ موصيك بايه؟ هو لما اشتغلت الشغل ده وصاني، قال لي ايه، الايام بتعيد بعضها، وانا شفتك يعني شفتك فيا، فعلم ولادك ان هم يطلعوا شبهك عشان انت حاجه كويسه. فا يعني دي كانت يعني اقوى حاجه قالها لي، او كانت حاجه بالنسبه لي غريبه قوي، ان هو اول مره اسمع كده. فقال لي علم ولادك يطلعوا زيك عشان انت حاجه كويسه وحاجه انا فخور بيها.